تولد المسيح من عذراء كما هو مكتوب، وكانت ولادته معجزية في الوقت المناسب اللي يسميه الكتاب المقدس ملء الزمان، واللي يعني بكل بساطة موعد حط الله من أجل خلاص البشرية. وعاش على الأرض وكانت حياته مليانة محبة للبشر، شفاهم، علمهم، بكى عليهم، وكان هو عمانوئيل اللي قلنا قبل تعني الله معنا. أعلن المسيح برشا مرات لتلامذته إنه باش يتصلب من طرف الكتبة والفريسيين، باش يقوم في اليوم الثالث. تقول كلمة ربي إنه بطرس بدا يوبخ فيه على هالكلام. جاوب المسيح وقالوا إنه هالكلام الشيطان وإنه عثرة. عاود المسيح وقالوا إنه باش يموت ويقوم في اليوم الثالث، لكن هما ما فهموش. كيفاش ما فهموش وهما يعرفوا اللي قالوه الأنبياء؟ برشا أسباب تخليهم ما يفهموش وتخلينا نحن زادة ما نفهموش. خطية تخلينا ما نشوفوش محبة الله لينا، كيما تخلينا ما نصدقوش إنه ثم حل الوجيعة متاعنا. نحن زادة تحبوا نعفو ربي على كيفنا نحن، مش كيما هو يحب. ولكن اليهود اللي عاشوا في ظل السلطة الرومانية كانوا يحبوا يشوفوا المسيح كيما يشوفوا الإمبراطور وإلا الجندي القوي. نساوا إنه المسيح جاء باش يحكي لهم على ملكوت الله ومش على ملكوت البشر. وهذاك علاش ما فهموش وصلبوه؟ علاش صلبوه؟ نشوفكم الحلقة الجاية مع زاك ونحكي لكم بقية القصة.